محمد المكاشر المدرب الوطني، هذا هو المطلوب. المدرب مش مدرب وطني مساعد، لا لا مش مدرب وطني مساعد، مدرب وطني ولا مدرب المساعد في النادي الافريقي المكلف ولا المؤقت ولا السابق. توا بوغ لو مومون مازلت تابع النادي الافريقي، ان شاء الله بارتير من غدوه باش نكون على ذمه المنتخب ان شاء الله. على ذكر النادي الافريقي، كيفاش تقيم يعني التجربه نتاعك معاه؟ والله الحمد لله، يظل التجربه ما نجم نقول عليها كان ناجحه. صحيح مازلنا في توا عملنا نص المسافه، مازالت مسافه كبيره واللي هي اهم. نتصور اللي الحمد لله يظل شفنا النادي الافريقي الاداء اللي قاعد يقدم فيه في كل المباريات، حتى في الثلاثه المباريات الاولانيين نتاع البطوله اللي عملنا فيهم ثلاثه تعادلات، لكن كنا نشوفوا في برشا ايجابيات اللي كنا نمنوا معناتها باللاعبين نتاعنا قبل كل شيء، وشفنا المستوى اللي وصل له النادي الافريقي. يظل توا احسن فريق في تونس على جميع المستويات، والنتائج الاخرى اللي قاعدين نقدموا فيها احسن دليل على هذا. يعني كلامك فيه صحيح ولا فيه نوع من المبالغه؟ ولا خاطر انت خدمت في النادي الافريقي، هل ترى بالحق النادي الافريقي توا فريق معنا ممتاز وفريق القاب، ولا مازال شويه معناتها دي شيء يتصلحوا؟ لا بيان سور مازالوا عندنا برشا نقايص. صحيح توا بور لو مومون احسن فريق في تونس هو النادي الافريقي، لكن مازالوا عندنا موجودين برشا نقايص. النقايص هذوما اي مستوى احسن فريق؟ على على احسن من الترجي، على احسن من الدساق، احسن من النجم. لا توا باش تعمل لي مشكله انت هكا. توا بور لو مومون نحكي مع الناس الكل تقول هذا، مش خاطرني نخدم في النادي الافريقي، لكن يظل احسن فريق توا حاضر. والنتائج الاخرانيه كي نشوفوا الخمسه ولا سته المقابلات الاخرانيين، يظل الفريق الوحيد اللي قاعد ينتصر فيهم الكل هو النادي الافريقي. شكون من الملاعبين يستحقوا معناتها ان يتم استدعام المنتخب؟ والله فما برشا. ليش الكل؟ لا مش الكل. بيان سور ما فما برشا ملاعبيه الحقيقه اللي باش يستاهلوا، والملاعب اللي باش يستاهل باش يكمل يخدم على روحه ويحسن من الاداء نتاعو باش تتم الدعوه نتاعو، والملاعب اللي ماهوش باش يستاهل باش يكون في المنتخب ماهوش باش تتم الدعوه نتاعو. انت باش تكون مكلف معناتها بتدريب المدافعين في المنتخب؟ صحيح، هذول خاصه من ناحيه كي باش نخدموا معناتها لو ترافاي سبيسيفيك مع لي ديفونسور باش نتكلف بامان ان شاء الله. يعيشك. تفضل عبد الخالق. شكرا لك اذا زميلنا احمد صالحي مع اجمل تحيات عبد الخالق.